بلد العميان، The Country of the Blind، هي قصة قصيرة بقلم هربرت جورج ويلز، وقد نشرت لأول مرة في عام 1904، وهي إحدى أشهر قصص ويلز القصيرة، وتحتل مكانة بارزة في الأدب الذي يتعامل مع العمى. وتحكي هذه القصة عن مجموعة من المهاجرين من البيرو، فروا من طغيان الإسبان، ثم حدثت انهيارات صخرية في جبال الإنديز فعزلت هؤلاء القوم في واد غامض، ثم انتشر بينهم نوع غامض من التهاب العيون أصابهم جميعا بالعمى، وقد فسروا ذلك بانتشار الخطايا بينهم. وهكذا لم يزر أحد هؤلاء القوم ولم يغادروا أوديتهم، لكنهم ورثوا أبنائهم العمى جيلا بعد جيل. وهنا يظهر بطل قصتنا رافائيل، إنه مستكشف وخبير في تسلق الجبال. تسلق جبال الإنديز مع مجموعة من البريطانيين، وفي الليل انزلقت قدمه فسقط من الأعلى، سقط مسافة شاسعة بحيث لم يعودوا يرون الوادي الذي سقط فيه، ولم يعرفوا بأنه وادي العميان الأسطوري. لكن الرجل لم يمت، لقد سقط فوق وسادة ثلجية حفظت حياته، وعندما بدأ المشي على قدمين متألمتين رأى البيوت التي تملأ الوادي. لاحظ أن ألوانها فاقعة متعددة بشكل غريب، ولم تكن لها نوافذ. هنا خطر له أنه من بنى هذه البيوت أعمى كالخفاش. راح يصرخ وينادي الناس، لكنهم لم ينظروا نحوه. هنا تأكد من أنهم عميان فعلا. إذن هذا هو بلد العميان الذي كان يسمع عنه، وتذكر المقولة الشهيرة: في بلد العميان يصير الأعور ملكا. راح يشرح لهم من أين جاء. جاء من مدينة بوغاتا حيث يبصر الناس. هنا ظهرت مشكلة معينة، وهي ما معنى كلمة يبصر. راحوا يتحسسون وجهه ويغرسون أصابعهم في عينيه، بدت لهم عضوا غريبا جدا. ولما تعثر أثناء المشي قدروا بأنه ليس على ما يرام، حواسه ضعيفة ويقول أشياء غريبة، فأخذوه لكبيرهم. هنا أدرك رافائيل بأنهم يعيشون حياتهم في ظلام دامس، وبالتالي هو أكثر شخص ضعيف في هذا المجتمع. لقد مر على العميان 15 جيلا، وبالتالي صار عالمنا هو الأقرب إلى الأساطير. عرف فلسفتهم العجيبة، هناك ملائكة تسمعها لكن لا تقدر على لمسها، يتكلمون عن الطيور طبعا. والزمن يتكون من جزئين، بارد ودافئ، وهو المعادل الحسي لليل والنهار. ينام المرء في الدافئ ويعمل في البارد. لم يكن لدى رافائيل شك في أنه بلغ المكان الذي سيكون فيه ملكا، سيسود هؤلاء القوم بسهولة تامة. لكن الأمر ظل صعبا، إنهم يعرفون كل شيء بآذانهم، يعرفون متى مشى على العشب أو الصخور، كانوا كذلك يستعملون أنوفهم ببراعة تامة. راح يحكي لهم عن جمال الجبال والغروب والشمس، وهم يصغون له باسمين ولا يصدقون حرفا. قرر أن يريهم أهمية البصر، فرأى أحد القادمين من بعيد وقال لهم: إن فلانا سيكون هنا حالا، أنتم لا تسمعونه ولا تشمون رائحته، لكنني أراه. بدا عليهم الشك وراحوا ينتظرون. وهنا لسبب ما قرر ذلك الشخص أن يغير مساره ويبتعد. راح يحكي لهم ما يحدث أمام المنازل، لكنهم طلبوا منه أن يحكي لهم ما يحدث بداخلها. ألست تزعم أن البصر مهم؟ حاول الهرب لكنهم لحقوا به بطريقة العميان المخيفة. كانوا يستمعون ويتشممون الهواء ويغلقون دائرة من حوله. هكذا بعد فرار ليوم كامل في البرد والجوع، وجد نفسه يعود لهم ويعتذر قائلا: أعترف بأنني غير ناضج، لا يوجد شيء اسمه البصر. وكانوا طيبي القلب وصفحوا عنه بسرعة، فقط قاموا بجلده ثم كلفوه ببعض الأعمال. وفي هذا الوقت بدأ يميل لفتاة وجدها جميلة، لكن العميان لم يكونوا يحبونها لأن وجهها حاد بلا منحنيات، وصوتها عال وأهدابها طويلة، أي أنها تخالف فكرتهم عن الجمال. ولما طلب يدها لم يقبل أبوها، لأنهم كانوا يعتبرونه بأنه أقل من مستوى البشر. لكن الفتاة كانت تميل لهذا الشاب فعلا، ووجد الأب نفسه في مشكلة، لذا طلب رأي الحكماء. كان رأي الحكماء قاطعا: الفتى عنده شيئان غريبان منتفخان يسميهما العينان، وأجفانه تتحرك وعليهما أهداب، وهذا العضو المريض قد أتلف دماغه، لا بد من إزالة هذا العضو الغريب ليسترد الفتى عقله، وبالتالي يمكنه أن يتزوج الفتاة. وبالطبع ملأ الشاب الدنيا صراخا،
لن يضحي بعينيه بأي ثمن. وبعد قليل ارتمت الفتاة على صدره وبكت وهمست: ليتك تقبل. وهكذا صار العمى شرطاً ليرتفع المرء من مرتبة الانحطاط ليصير مواطناً كاملاً. وقد قبل رافائيل أخيراً وبدأ آخر أيامه مع حاسة البصر. خرج ليرى العالم للمرة الأخيرة. هنا رأى الفجر يغمر الوادي بلونه الساحر. أدرك أن حياته هنا لطخة آثمة، الأنهار والغابات والأزرق في السماء والنجوم. كيف يفقد كل هذا من أجل فتاة؟ كيف ولماذا أقنعوه أن البصر شيء لا قيمة له؟ وهنا قرر أن يتسلق الجبل مرة أخرى فارا منهم. وعندما غابت الشمس كان بعيدا جدا عن بلد العميان. نزفت كفاه وتمزقت ثيابه، لكنه كان يبتسم. رفع عينيه وراح يرمق النجوم. وهكذا انتهت قصة بلد العميان.